ملاحظة وردت على الورقة متعلقة باستشهاد أو انفتاح أو ما قد يعد اشتباكا مع الفكر الإنساني فيما نعرضه أحيانا بحوار فتح حوار مع مدارس أخلاقية إلى أي حد يمكن أن يكون خادما للفكرة فكرتنا أو لتصورنا عن القضايا التي نتناولها. التصور أنه طبيعة التنوع الذي يسم الفكر الإنساني يلزمنا بمنطق معرفي محض أن نقبل بأن طبيعة الأفكار هي هندسات مختلفة، لأن كل فكرة، كل منظومة عبارة عن خارطة خاصة، ومن الصعوبة أن تبحث عن خرائط تتطابق 100% حتى يمكن فتح حوارات معها أو الاشتباك معها أو الالتقاء معها. طبيعة الأفكار بما هي تصورات وهندسة لتصورات من الضروري الإيمان بأنها مختلفة، يلزمنا بذل مجهود للبحث عن المشترك، عما يمكن أن يكون أن نتصوره مشتركا، مع عدم افتراض دفع ما نختلف بخصوصه. أنا في كتاب استغفر الله في كتاب ما وراء السياسة استشهدت مثلا ربما في واحد من النصوص الأساسية برتراند راسل. برتراند راسل يتحدث عن أن أكبر المصلحين أكبر المفكرين في العالم هم أولئك الأخلاقيون. برتراند راسل ملحد، لكنه انتبهوا كونه ملحدا هذا لا يعني أنه غير أخلاقي أو أنه لا يقدر قيمة الأخلاق في الاجتماع الإنساني. قضية الإلحاد كفكرة أو كمعتقد أو كتصور عن الوجود شيء، معنى الرجل قطع العمودي الذي نسعى لترسيخه بحيث لا يصبح هذا الكائن ضرة في هباء، بحيث يتصل بأصله الذي عنه صدر. لكن أن نفرض أو نفترض أنه لا يمكن أن نلتقي مع كثير من المدارس فقط انطلاقا من أن لها تصورات نختلف معها، أعتقد أن هذا من شأنه أن يفضي لنا إلى العزلة. فإذا الرهان هو أن نبحث عما نتفق فيه، وأعتقد أن رسالة العدل والإحسان هي رسالة كما سبق الإلماع إلى ذلك، هي رسالة تجمع. فإذا غايته أن نسعى لأن نجتمع وأن نتألف وأن نقترب مع المختلفين وليس مع المتفقين، لأن الاتفاق هو استثناء وليس هو الأصل. الأصل هو أن نبحث عن المشترك في هذه ولا أعتقد أن ثمة ضررا، حتى الذين سبقونا بعلم وإيمان من المتقدمين النضار في تاريخ الفكر الإسلامي ستجدون أن لا الشاطبي ولا ابن رشد ولا غيره، ستجد الغزالي رحمة الله عليه، ستجد أنهم استشهدوا بأقوال إما كانوا فلاسفة يونان أو غيرهم من حكماء الهند، ولم يمنع يعني اختلافهم في تفاصيل أفكارهم ومتصوراتهم الاعتقادية الانتفاع ببعض الجزئيات من هذه التصور، وإلا فافتراض التطابق شرطا لاستئناس أو للبحث عن من نتفق معهم قد يفضي بنا إلى الاغتراب أو الانعزال. هذا تصور والله تعالى أعلى وأعلم. أعتقد أنه من ربما الأشياء اللي
بقي ربما من الأشياء التي أحب أن ألفت إليها النظر هو هل يعني ونحن نتحدث عن سؤال الأخلاق على الأقل في تقديري من الزاوية الضيقة التي تناولتها، هل نستطيع أو هل نملك أن نمضي إلى المستقبل فقط بأخلاق العدل، أو أن نمضي إلى المستقبل فقط بأخلاق الإحسان؟ لأن هذا تم سرا في الجمع بين العدل والإحسان. السر أصل هذا السر هو القرآن الكريم بدون شك، لكن الإمام حطلاي اكتشف هذا السر وبنى أو أسس عليه مشروعه الفكري والتجديدي. لأن في ثنايا ما نقرأه للإمام تجد دائما تحذيرا وتنبيها من الإمام إلى خطورة أن تستسلم الحركة والمدرسة وحركة التغيير ورجال أن يستسلموا لأي سبب من الأسباب التاريخية في اتجاه العناية فقط بواحد من هذه الأخلاق، معنى أخلاق العدل فقط بمعنى التوجه الاقتحامي النضالي السياسي التدافع الميداني، ويهمل أخلاق الإحسان لأن من شأن هذا أن يشوش وأن يقلب وأن يفقد المشروع كله قيمته، قد يفضي بك إلى أن تصبح رقما من الأرقام فقط التي تسعى إلى أن تقلب الواقع تغير الواقع. لكن الشطر الثاني الغزالي رحمة الله عليه أبو حامد لما تكلم في عنده كلام على أبي الحسن عجيب، يعتبر أنه العدل وقيمة العدل في التجارة هي بمنزلة رأس المال، العدل في التجارة بمنزلة رأس المال، والإحسان في التجارة هو الربح. فأنت لا تستطيع فقط أن تراهن على رأس المال، على فقط على العدل من أجل إصلاح الوضع. لما تكلم الحق سبحانه وتعالى وقارن بين العدل والإحسان، لأنه سبق في علمه الأزلي أن صلاح هذا العالم في المجموع وصلاحه في على مستوى الأفراد لا يكون إلا بالجمع بينهما. في النفوس من لا يصلح إلا العدل، إلا القانون، إلا الانضباط للقواعد والمساطر والتعاقدات. معنى هذا وجه من أوجه إصلاح الفساد في مظهريه الخاص والعام. وفي العالم كما في النفس من لا يصلح إلا الإحسان إلا الرحمة. ولهذا جاء في القرآن الكريم المزج أو الجمع بين الرحمة والإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أخلاق الرحمة وأخلاق الإحسان في الناس كما في هذا العالم ما لا ينصلح من الأوضاع كما من النفسيات إلا بالرحمة، لأن إعمال العدل معه والقوانين من شأنه أن يزيد من النفرات أو يزيد من تفاقم الأوضاع السياسية. ولهذا كان ثمة شيء في العلاقات الدولية له تاريخ، وهذه المعاملات بين قوسين الدبلوماسية بين الدول، وفي العلاقة بين الأفراد هذا السلوك الذي يتسم بالرحمة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأكمل رحمة بما عالج به في دراسة تم فيها تقصي أوجه الرحمة النبوية في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين أن ما يغلب على السلوك النبوي من الأخلاق هو خلق الرحمة. عالج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أوضاع أصحابه بل ومخالفيه وخصوم أعدائه بالرحمة ما لم يعالج بخلق ال شكر الله نعم